النص الثاني اللي شارلو الزميل غاضب محمد غاضب يقول: تعاني دولتنا من نهب مسبب في الثروة نزيف، وراي الهذين من الشعب تصدر مذكرة توقيف. السياسي عاد يردح بالشعب ونختير نوضح، إلا لو خالد المترشح يجيب لساني عود خريف، ويجي متسع متطرح ويستعطفنا ونقولوا فيف. وتشوف الخلق اللي يلبح بتعيش، نصرنا حليف عالن عن دعمه ومصرح وماشي لفيف ورا لفيف، يدعي ويمعني ويلمح ويجمع بطاقات التعريف. ذاك يزوقي ذاك يلوح دون المرشح سل السيف، ولوك من عياطه بعد مبح والثاني لما عس يجيف. ومنين السياسي ينجح ليديه يكز عليه كريف، ويبقى هون الشعب يهوح ويكرر يلا يا لطيف، الوضع اللي ما فات اصلاح وحنا نسألك التخفيف. من لاهي للوضع يصحح من للبوادي وهل الريف، من لاهي يزيلوا سخية فضح ويعدل حملة للتنظيف، من للمحتاج اللي يتلتح، من للأصم والكفيف، من للمريض اللي كحكح، من للفقير والضعيف. يا السياسي شرح مرح وكل طيب، هذا سخيف ما هو معقول، ولا هو وح ولا هو زين ولا هو الشريف. من ساعة التعين تقفل وتقول أنا ينسخ ملل، لقدر من الدهر مجمل مقصي ونعاني من الكنيف. غرك أظلاي معقل شاري ودوني هداريف، وفي جلبي عتروسي والوال ونار دياري، زينة زخريف وقرداي كبير وكلب وكل وانواع الفرشة والتكييف. شوف الله قل ياسر يبقل، وشفت انت تعينك تكليف ما هو تشريف ابدا، وقبل ما قمت وقلت انه تشريف اهنا وارتب وكرف، وعقل مرتاب هنا وعقيل كريف، ولا قمت تحوشك وتنقل مجنون وفاصل في تشكريف، مالك عاقل مك والعقل هو شرط تكليف. المواطنين تعاب واهل السياسة كذابش من الجواغة لعابة وخلاو العالم باستحريف، والمنهم ظهر صلابة في الضمير من آدم نظيف، تندار فمون الشابة ويقولوا له خلي كليف. أخير تكز استجابة وتقلل فكرك فكر القيف، واسرق لك تجبر المهابة في الشعب ويصبح بوك شريف، والما يزوي زي الغابة ذاك عليه كز استنكيف. وإلى ملاك الخطابة والضمير وذاك التوصيف جريمة فيها غرابة، ومحتاجة قطعا للتكييف، انحيلوها للنيابة وتحيلك للسجن المخيف. ولا تنفع فيك القرابة واهل الوساطة وتخضريف، ولا تنفع فيك الحجابة والقزانة واهل التفتيف. ومال الدولة لو شي ينحاش غير الصقولوا لي كيفاش، كيف اللي مارا تيف اللاش وكيف المارا راجل عفيف، وكيف اللي مارا كونا واش عقليتهم صرق والقيف، كيف الوزير اللي حواش ويبدع في اللق وفي تلفليف، وكيف المدير اللي في الفاش اللي متخصص في. ومال الدولة لو شي ينحاش غير الصقولوا لي كيفاش، كيف اللي مارا تيف اللاش وكيف المارا راجل عفيف، وكيف اللي ما راكونا واش عقليتهم صارقة والقيف، كيف الوزير اللي في الفاش ويبدع في اللق وفي تلفليف، وكيف المدير اللي حواش وكيف الولات وكيف وكيف، وكيف الفرنيسير الغشاش اللي متخصص في التحريف، اللي بدل فاتورة لك باش ذابح وزير في الخريف بفاتورة شمن الغشماش مشري للوزارة وزيف. النهب اليوم الحق العراش وعقلية الصارقة والتزييف عند فلان ويسوى ولاش، وفي جيناته ذاك التصنيف برهن وولاد مغراش، سمعوا للبرهان الظريف خطروا عشوائيا فقراش، قايل عن دوره للتثقيف وقولوا له مال الدولة لاش، يقول لكم لاش الغريف. والأنظمة تتبادل كيفاش، يجي نظام يكز الغيف، يمشي ويجي الآخر منتاش ويكز الغيف على التكثيف، ويولي ويجي الآخر خاش يلقف. والتشبيه الطريف النصرة قبل تكسر جات، ومنين قبلتها ولات وجا وراها ثنتين اخرات، وقبلوا كسرتين لا كيف نصرة قبل تكسر ومشات، شي ما نافع فيه تواقف. نهب المال العمومي ذات حرم في الدين الحنيف، ما نافعتم محاضرات يقدمها عالم عريف، بالنازل من محكم ليات وصحيح الحديث الشريف، به السلوك الشخصيات سياسية
فانواع الطيف عاد في الناس عليها ربات والعادة ترسخ بالتسويف. الميزانيات اختفت والخدمات مشات رديف. واستفسرنا عن الخلاصات وقال لنا موظف شريف عنهم يفرغوا في الباصات وفي كيل التاجر بالتطفيف. ناس من الجفاف خلات مرات الحش في متن الصيف وطلبت للدولة لعنات. سندت في الدولة يا لطيف السند هو هو بالذات سند الضعيف على الضعيف. الدولة فيها لزمات وقدر من المشاكل عنيف والها مطروحة ملفات الفاتخ اللي فيها طفيف. ومشكلات الخدمات عدت قد تعدل تاليف. الموضوع اللا مأساة تحتاج على عمل كثيف واللي هون من الطرقوات المقدرة كظة سوسيف. واللي هون من الإمارات لا لحقوا خمساية بالسيف. واللي هون من المطارات حد يديروا عاد في الأرشيف. واللي هون من الجامعات ما هو بالكم ولا بالكيف. التعليم اخسر من الأعقاب. اخسر معناها عندي غاب. التلميذي ما هو حساب. تخمامه في الحساب اكصيف. ولا هو سوال ولا جواب ولا يفصل بين البوليف. واللي قط قرى من لذاب راه في فيلم النور الشريف وكليبات العمر دياب وديقاته في مسلسل شقيف. من صابه قرايه خراب وصل النجاح ومقبل سيف. متوسط له راجل مهاب من اهل المخزن للتوظيف. وتخلني لني عذاب وتخرج منها قاس الريف. والحق الخلاص يبان الصراب ما يكفى نص التكاليف. عادي عنوان درس الاعراب على عنها درس التصريف. والشرط يقول انه جواب وفي الطويل يقول الخفيف. وفي عمليات الحساب يتها ينقص ويقوم يضيف. حامي راسه به التقلاب التخمامه في المصاريف. امرض وبضغط الدم انصاب وبقى مسمارك حال نحيف. وشال جراح معاين لطباب دماغه مصاب بنزيف. فضر المشية ما هي الصواب الداخل طبه طب ضعيف. وعليه المرض في المصعب ومشبيه الحي اللطيف. الله يثبت له ثواب الصبر ويعطيه التخفيف. السلام عليكم.